القاعدة الثانية أيها الأخوة الكرام، أو لعلي أغير قليلا الآن في تنسيق، لأن شيء نقطة مهمة نجعلها قاعدة. على كل حال، التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مع ضرورة التوحيد وأهمية نسبة الأفعال إلى الله وإلغاء كل من سوى الله سبحانه وتعالى عن التأثير وعن الفعل، إلا أنه لا بد أيها الأخوة الكرام من تأسي كامل بالسيد، سيد السادات ورمز كمال البشر المتمثل فيه كل كمالات البشر، محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يصل هذا التأسي ليس إلى مستوى فقط التطبيق والعمل، بل إلى مستوى الحب، يكاد ممكن نسميه العشق، واليقين الكامل، والمسارعة في اعتبار محمد صلى الله عليه وسلم قدوة ونموذج ومثل. واليوم نعالج هذه القضية بسبب، لها علاقة طبعا بقضية النصر، وسيأتي هذا الكلام، لها علاقة بقضية النصر، ولكن نعالج هذه القضية ونتكلم عن هذه القضية. وكلنا محتاجون، كلنا عندنا نقص، لابد نشعر أن كلنا عندنا نقص في مستوى التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، في قوة الإيمان، في قوة اليقين، في قوة المسارعة للأعمال الصالحة من قيام ليل ومن صلوات ومن خشوع ومن خضوع ومن إنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى ومن صيام ومن حسن خلق والكثير من يعني صفات وسنن النبي صلى الله عليه وسلم في حياة الإنسان. ولا يوجد هنالك وقت أيها الإخوة الكرام للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الزمن وهذا العمر الذي نحن فيه. لو إنسان مثلا، نضرب مثال للتقريب هذه القضية، لو أن إنسانا عاش بالعمر 50 سنة مثلا، وما سبق له في يوم من الأيام، ما سبق له في يوم من الأيام أو في ليلة من الليالي عندما نام، ما سبق له بأنه أتى بسنة مثلا جمع الكفين، هذه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما سبق له في أي ليلة من الليالي 50 سنة ما سبق له نفث ثلاثا أو هكذا قرأ آية الكرسي والإخلاص، عفوا قرأ الإخلاص والفلق والناس، نعم، ومسح، ما سبق له 50 سنة. إذن 50 سنة خالية من هذه السنة، لا يستطيع أن يرجع ويطبق هذه السنة في 50 سنة الماضية. ويمكن بعض الناس يموت وهو لم يطبق هذه السنة. هي سنة مستحبة، نعم، هذا النموذج هي سنة مستحبة، لكن وجه من وجوه كمال محمد صلى الله عليه وسلم في جزئية واحدة أو في مشهد مشاهد حياته وهو مشهد النوم نقص من حياة هذا الإنسان. فالمطلوب مني أنا الآن ماذا؟ المطلوب مني أن يكون عندي اقتناع أول شيء قبل أن يعني ننفذ، يكون عندي اقتناع ويقين بأن أي طريقة وأي منهج وأي أسلوب حياة وأي فكرة وأي رأي وأي مقترح وأي قرار وأي عمل وأي قول وأي فعل فيه مخالفة لأمر من أوامر محمد صلى الله عليه وسلم فهو في الحقيقة لا يوصلني إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، بل هو إما أن يمنعني من الوصول إلى مرضات الله، وإما أن يؤخر الوصول أو يقلل مستوى العلاقة مع الله. إذا كان من جوانب المستحبات والنوافل فهو يقلل مستوى العلاقة مع الله، لأن أفضل من أقام علاقة مع الله هو محمد صلى الله عليه وسلم. قوة العلاقة مع الله أبلغته سدرة المنتهى، كان قاب قوسين أو أدنى، بلغ أعلى المنازل وأعلى الدرجات. فإذا بماذا بلغ؟ هل الله تعالى سوى له واسطة؟ قالوا لا، الله ما سوى له واسطة، لكن محمد صلى الله عليه وسلم اجتهد في الوصول لهذه المراقب وهذه الدرجات العالية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الأول في كل شيء، الأول في قوة الإيمان، الأول في قوة اليقين، الأول في الأخلاق، الأول في الإنفاق، الأول في كثرة الصيام، الأول في كثرة النوافل، في جميع الأعمال كله هو صلى الله عليه وسلم نموذج عالي. وفي جانب النصر، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم له علاقة وله يعني له أثر. إذ تصعدون، الله تعالى يقول في سورة
في سورة آل عمران: إذ تصعدون ولا تلمون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. هذه الآية أو الآية التي قبل، الآية التي قبل، نعم. ولقد صدقكم الله وعده، هذه تتكلم عن غزوة أحد، الله تعالى وعدهم بالنصر بسيرهم على طريق الله سبحانه وتعالى. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تقطعون رقاب وهام ورؤوس المشركين. ثم قال: حتى إذا إيش فشلتم وتنازعتم في الأمر وإيش وعصيتم. الآن يخاطب الصحابة، يخاطب الصحابة وسماهم بقوله وعصيتم، سماهم ماذا؟ عصاة، عصاة، سماهم عصاة. طيب أنت الآن من خلال معلوماتك ما هي المعصية التي فعلوها؟ أيوة، نزلوا من جبل الرماة، نزلوا من الجبل، نزل. ركز معي، ركز، القضية مهمة جدا وفهمها يعني يحتاج إلى أن ننزله في واقع حياتنا حقيقة. نزولهم من جبل الرماة أو أمرهم بالبقاء قبل، أمرهم بالبقاء في جبل الرماة من أين أتى؟ من الذي أمرهم به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هل توجد آية تأمرهم بالبقاء في جبل الرماة؟ ما توجد آية، لكنهم فهموا من مجمل الآيات والقرآن وأمر الله سبحانه وتعالى أن الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واجب وأن مخالفته معصية. وكأن الله يقولهم: كأن إذا كنتم فاهمين فهمكم. وجميع الأمة إلى قيام الساعة يبين الله بقوله وعصيتم أن كل مخالف لأمر، تتكلم عن أوامر، أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة، مخالفتها تعتبر ماذا؟ معصية لله. ويسمى التارك لأمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم عاصيا بهذا الترك، لأن ما يوجد أمر للبقاء هناك إلا الأمر من محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا به أن يكون آمرا، وحق له أن يكون آمرا، فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا أيضا إذا تأملت في سورة، في سورة التوبة، أحداث تبوك والذين خلفوا والأحداث التي حدثت لهم، من أمرهم بالخروج إلى تبوك؟ هل كانوا ينتظرون آية تنزل عليهم من القرآن؟ بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في حديث كعب بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بغزوة وهم بغزوة ورى عمل تورية هكذا إلا هذه الغزوة، فكانت واضحة. وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حين طابت الثمار وحسنت الظلال أو هكذا، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي هذه السورة وتحذر من شأن النفاق وأحوال المنافقين الذين يتركون أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخالفونه. نسأل الله العافية والسلامة. نحن اليوم كم سورة يحتاج تنزل علينا؟ هذا فقط نزلوا من جبل الرماة والله يسميهم عصاة. كم مخالفة من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، كم تمر علينا؟ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ كيف تكون عندك الاهتمام بقال ما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيش قال؟ كيف تكون عندك هكذا اليقين والاهتمام والتواضع والتذلل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم والرغبة الكاملة الحقيقية في الاستجابة له والتنفيذ بعد هذه، بعد الاستماع وبعد المعرفة؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بمخالفتك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون ذلك سبب لأن يحال بينك وبين قلبك، ويكون بذلك والعياذ بالله سبب لقطع مدد الله سبحانه وتعالى عنك. فمقام النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة لابد أن يكون بهذا المستوى. الله حجب النصر عن المسلمين في غزوة أحد وأصابهم ما أصابهم قبل سنة في بدر، بدر في السنة الثانية وأحد في السنة الثالثة، قبل سنة نزلت عليهم الملائكة، انقطعت النصرة لهذه المخالفة. أيها الإخوة الكرام، تنقطع نصرة الله عن جيش فيه رسول الله
صلى الله عليه وسلم وخير أجناد الأرض في ذلك الزمن لمخالفة محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف اليوم نحن عندنا قيمة محمد صلى الله عليه وسلم وقدر محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليس قضية احتفال بالمولد والإسراء والهجرة، لكن محمد صلى الله عليه وسلم في حياتنا كيف يكون؟ كيف تكون أوامره؟ كيف تكون الرغبة في الاقتداء به في صورته في سيرته في سريرته؟ هم النبي، فكر النبي، طموح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل كل واحد، كما قال أحد النصارى من العرب من الأدباء، يقول لو كنتم يعني صادقين في اتباعكم معنى كلامه ما أحفظ النص لكان كل واحد منكم محمدا صغيرا، وقالوا لو كنتم كذلك لكان العالم بأسره أندلسا كبيرا، لأنكم ستكونوا الأفضل نموذج. هو كافر. فنحن نحتاج يا إخوة الكرام أن نراجع أنفسنا وأن نقعر هكذا ونتحرك في تطبيق السنن، وعندما تتحرك في تطبيق السنن حتى النوافل فإن الله سبحانه وتعالى يجلب لك بعد ذلك التطبيق والعمل تباعا. إن الحسنات يذهبن السيئات، وبالتالي يجلبنا الحسنات، ينقلب بعضهن إلى بعض. لابد يكون عندنا اليقين هكذا بطريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونفخر ونسعد بأن يكون طريقنا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكون عندنا الخوف والتردد والشك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة أساسية